كابتن هنتكلم مع حضرتك فيه. عايز حلقات هاني معلش. لا ما انت مش خلي بالك احنا مش هنسيبك. اول مره مش هنسيبك احنا. مش اول ولا اخر مره. دي ربيتك يا كابتن. انت تخش علينا كده وتقعد من غير حاجه. ربيتك يا كابتن. طبعا معانا تقرير عن حضرتك يعني محضره فريق الاعداد. نشوف تقرير عن الكابتن الكبير كابتن ماهر همام ونكمل مع حضراتكم. يعتبره الكثيرون المدافع الأبرز في تاريخ كرة القدم المصرية بعد المستوى الباهر الذي ظهر عليه لسنوات طويلة في قميص الشياطين الحمر. نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في حقبتي السبعينات والثمانينات ماهر همام. بدأ ماهر همام مشواره الحافل في شوارع حي العباسية، وكان عاشقا للأهلي منذ صغره، لذا تقدم لاختبارات الناشئين في معقل الأبطال بالقلعة الحمراء في الجزيرة والتي اجتازها عام 1971. لفت أنظار مستر هيديكوتي والراحل فؤاد شعبان المدرب العام حينذاك، وتم ضمه لصفوف الفريق الأول، حيث أصبح بعد فترة وجيزة أحد أعمدة دفاع الأهلي الراسخة إلى جانب العملاق حسن حمدي. خاض ماهر همام أول مباراة رسمية له في الأسبوع 18 لبطولة الدوري الممتاز موسم 1975-1976 أمام نادي الطيران، وفاز الأهلي 1-0 بهدف سجله محمود الخطيب. لكن مباراة الأهلي مع بطل ألمانيا مونشنغلاباخ في الرابع من أبريل عام 1976 أمام 100,000 متفرج باستاد القاهرة والتي انتهت بالتعادل 2-2 كانت بمثابة اختبار حقيقي له، حيث استطاع أن يتفوق على نفسه وعلى الجميع. وخلال مشواره مع المارد الأحمر شارك همام في فوز الأهلي بإحدى عشرة بطولة، منها 6 ألقاب في الدوري الممتاز وأربع بطولات في كأس مصر وكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982. وفي بداية موسم 84-85 تعرض لإصابة قاسية أجبرته على الاعتزال ليبدأ في تأهيل نفسه للعمل في مجال التدريب بدورات تدريبية خارج مصر وداخلها. ولم يتخلى الأهلي عن ابنه البار، فمنحه فرصة العمل مع جهاز الفريق الأول مع المدير الفني الألماني تسوبل، وساهم معه في فوز الأهلي بالدوري 3 مرات مواسم 97-98-98-99 و 99-2000، وكذلك بلقب كأس النخبة العربية مرتين عامي 1997 بالمغرب و 1998 بتونس. وحاليا يتولى ماهر همام برؤيته الفنية الثاقبة وخبراته التدريبية الطويلة وعينه التي تلتقط النجوم قطاع الناشئين في نادي الإنتاج الحربي من أجل إعداد فرسان العجلات الحربية في المستقبل.